بتربي في البيوت بتجهز لهم العنابر ازاي وتكلفتها قد ايه؟ بقول له الكتكوت الخمسين كتكوت في العمر الصغير اول اسبوع لهم سقايه وعلافه او طبق تحضين تمام، ودفايه غاز تمام، وبتبتدي بعد كده كل اسبوع بتزود سقايه مع علافه تمام، وبتشتغل على كده لحد العمر الكبير عمر البيع، بيبقى كل 10 فراخ لهم علافه ولهم سقايه ميه. ودول تكلفتهم كام والعائد بتاعهم كام المتوقع يعني؟ يعني مثلا والنهارده لو سكن مثلا 400 فرخ او 300 فرخ هو بيخش له بسري فرينج مثلا 3000 4000 جنيه شهريا او في الدوره عامه يعني. تعالوا